ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من مدينة مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض سيد لبيد الصميدعي، مرحبا بك. إذا تيار الحكمة يستبعد تمرير مرشحي الوزارات المتبقية في جلسة البرلمان المقبلة، هل تعتقد أن هناك علاقة مع الكتل الراغبة في حقائب معينة لعرقلة إكمال هذه الحكومة والحقائب الوزارية؟ عفوا لم أسمع السؤال من نعم بدايته. سأكرر السؤال، مرحبا بك سيد لبيد الصميدعي. تيار الحكمة إذن أعلن يستبعد تمرير مرشحي الوزارات المتبقية في جلسة البرلمان المقبلة، هل تعتقد أن هناك اتفاقا من الكتل الراغبة في حقائب معينة لعرقلة هذه الحكومة والحقائب الوزارية؟ من المتوقع ذلك، من المحتمل أن يكون ذلك، لأن احتمال العرقلة بالحقيقة من الاحتمالات الواردة، لأن حكومة عادل عبد المهدي لن يكتب لها أن تكون حكومة مستقرة. أنا أعتقد أن عملية التلاعب في مصير حكومة عبد المهدي سيبقى ساري المفعول إلى أن تحين الفرصة من أجل استبداله بشخص آخر يكلف بتشكيل حكومة، وهو سيكون أكثر ولاء بإيران. إيران بدأت بعبد المهدي إرضاء لأمريكا أو في محاولة تقدير أمريكا، والمسألة هي مؤقتة إلى حين مرور فترة زمنية، وأعتقد أن عبد المهدي في النهاية سيفشل في تشكيل الحكومة وسيستبدل بشخص أكثر ولاء إلى إيران. وهل يعني سيرضخ عبد المهدي مثلا لتهديدات الجبهة التركمانية التي أعلنت أنها ستقاطع هذه الحكومة الجديدة إذا لم ينصفهم عبد المهدي في هذه الحكومة الجديدة؟ أعتقد أن مسألة المحافظة هي التي ستكون ذات الصوت الأعلى في المسألة، هي التي ستكون العامل الحاسم. عبد المهدي سيضطر إلى العودة إلى النمط المحافظة التقليدي الذي سلكته كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 2005. المحافظة هي سيد الموقف، ولا يمكن تجاوز هذه المسألة، لأن العملية السياسية قائمة بالأساس على ركيزة مهمة وهي المحافظة الطائفية والمحافظة الإثنية. تبقى حصة التركمان وحصة الأكراد وحصة الشيعة والسنة خاضعة لهذا القانون، ولا يمكن التجاوز ذلك. هيئة المساءلة والعدالة ذكرت أنها ستعلن أسماء الوزراء المشمولين بإجراءاتها غدا، هل الهيئة برأيك أستاذ لبيد ستسعى إلى استبعاد وزراء معينين لصالح الميليشيات؟ أعتقد أن هيئة النزاهة هي بحاجة إلى نزاهة، هي فاقدة للنزاهة وفاقد الشيء لا يعطيه. هيئة النزاهة هي الأخرى خاضعة للموازنات وخاضعة، وأيضا تبدد بها الفساد، ولا يمكن أن نثق بأنها ستكون معيارا عادلا من أجل استبعاد الفاسدين وإبقاء غير الفاسدين. الفساد تبدد في كل مفاصل الدولة، وخصوصا مفاصل العملية السياسية، بما في ذلك الهيئات التي تشكل من خلال البرلمان ومنها هيئة النزاهة. لا يمكن الوثوق بها، وأن تصريحات هيئة النزاهة هي محاولة من محاولات ابتزاز عبد المهدي الذي يتعرض لأكثر من عملية ابتزاز. النائبة سهام العقيلي حذرت من محاولات التلاعب بشروط مرشحي الوزارات، ألا تعتقد يعني ما الذي تقرأه من هذا التصريح؟ ألا يؤكد النية لاستبعاد مكون معين لصالح الكتل التي تضغط على عبد المهدي؟ لا، مسألة المكونات، أنا أعتقد أن مسألة المكونات وحصص المكونات في الوزارات سيخضع أيضا لقانون المحافظة، سيكون نسخة طبق الأصل عن التوزيعات التي حدثت في الحكومات السابقة. لكن أهم شيء بالنسبة لإيران وبالنسبة لما ستنتجه الحكومة هو أن وزارة الداخلية ورئيس الحكومة ووزير الدفاع، هذه الوزارات هي الوزارات التي يمكن اعتبارها عصب الحياة أو العمود الفقري للحكومة وللحياة السياسية والحياة الإدارية في العراق.
لذلك أنا أتوقع أن إيران هي التي ستختار في النهاية من هو رئيس الوزراء الحقيقي الذي تستمر ولايته إلى الانتخابات القادمة أو إلى حدوث ثورة جماهيرية تقضي على العملية السياسية وتقضي على كل ركاب العملية السياسية. إيران ستختار هي في النهاية لها هي الخيار فيما يتعلق في أهم الوزارات، وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وباقي الوزارات تضع كما أسلفت لقوانين العملية السياسية. شكرا لك. من مالمو السويدية عضو التحالف الوطني المعارض لبيد الصميدعي.